الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أتمنى والله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. معكم جمال كالعادة في عقار جديد، أهلا وسهلا بالجميع. إخواني الكرام، حنا كنتواجدوا على بعد 5 كيلومتر من مدينة تفلت، حالي غادي الخميسات، منطقة سميتها الحجامة. أصور لكم واحد الكلوب ديال كرة القدم أو رياضي أو فيلا أو فيرما، سمها كي بغيتي، فيها كتار وجوج ديال الخدامة، كلشي داخل التحفيظ. هزينا معنا الخزانة، الخزازمة، شنو سميتها هادي، خزانة خزامة ولا شنو سميتها، وأكل الجبل معنا. على كل حال إخواني الكرام، فيها واحد الفيلا، أنتم غتشوفوا الكليب، التيران ديال الكرة، الماء موجود. غتبعوا معنا الفيديو حتى الآخر إخواني الكرام، وغتشوفوا داكشي كما صورناه كما هو. وأهلا وسهلا بالجميع. الفيلا اللي موراي اخويا الكرام هي هذه كما كتشوفوا حاليا. دابا كما قلنا فيها قطار و 2000 متر مجهزه بالكامل. غادي نشوفوا الفيلا والفيرما وربي يجيب الخير. الله يسمع شرقه وكذا، والله يزيد تكبر في الاخر. تيران كان كبير، 8 سعود. خويا الا في واحد اللي جيت انا عيط على الشرقاوي حيت هو اللي شاد سلاح، قال لي واخا لا لا، قلت له راه سير لي شكون شد واش مور الموطور ولا الاخر. قلت ليه وقيلا يكونوا بجوج لي في الرابطه. اين البوم مسكر ديالي بلاتي انا نخرج. اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم جمال كالعادة في عقار جديد، أهلا وسهلا بالجميع. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم. حنا كنتواجدوا على بعد 5 دقائق من مدينة تفلت، مزرعة أو كلوب رياضي، فيلا ديالو، الأبر ديالو، كلشي محفظ، كلشي داخل التحفيظ. المساحة ديالو قطار و 2000 متر كما كتلاحظوا إخواني الكرام. هنا راه كاين تيران ديال الكرة، وهنا كاين بلاصه التوشات كما كتشوفوا، كاين عاوتاني لي شومبر واحد اخر وهذا، وكاين هنا عاوتاني كذلك، هنا كاين بحال شي مكازا ولا شي كوري ولا شي اللي كيبان لي الطبيات هنايا ديال السبور، وراه كلوب رياضي. هنا كاين بلاصه الخيل، هادو كلهم هنا كيكون مسبح، بلاصه الخيل هنايا. كما قلنا إخواني أخواتي، فيها قطار ومئتين وألفين عفوا متر. هاد البلاصة هذه كلها ديال سبور رياضة. هنا كاين بوكس ديال الخيل من هاد الجهة ومن هاد الجهة، فيهم إنسان يدير الخيل ديالو كما كتلاحظوا إخواني. كما قلنا كلشي محفظ، كلشي تيتر. لكن هاد الدخله هادي كما كتلاحظوا اخواني الكرام، وهنا في كاين الفيلا كما كتلاحظوا. واحد اللي كنعرفو في المطره يجي لك الاخر يومين نهار كاع تم يجيبو، حيت دابا تم كدوز. نعم، بلاصه الفيلا. الفيلا هي هذه كما كتشوفوا. فيلا كما كتلاحظوا إخواني الكرام هي هذه. لتحت راه كاينه فينيا، وعندها هاد التيراس هنا. حنا غنحاولوا نشوفوا لكم نفسقوا بالماء.
الدور على يديك اليمين ياك. سينما سولهم على السينما. باب ديال الفيلا شويه نشوفوها من الداخل. وهنا كاين بحال شي قهوه هاد البلاصه هادي بحال اللي نقولوا حنا شي كليسه فيها قهوه. والفيلا الفوق حنا غادي نشوفوها حاليا دابا ان شاء الله بحول الله. هنا كاين بحال شي قهوه هنايا في هاد البلاصه هادي. الدخله ديالها ديال الكليب هو هذاك، هذيك الدخله ديال الكليب. اللي جميل هو الماء موجود تبارك الله، عندهم تبارك الله خيرات ديال الماء. هنا كما قلنا اخوان الكرام راه فحال شي بحال شي قهوه تمايا دايرينها. الفيلا هي هذه، وهذيك الجهه من لهيه الجهه اللي من لهيه كاين كليب ديال الكره تما وديال الخيل، وكاين تيران ديال الكره كيتصاوب او كانوا غادي يتحيد. المهم كما كتلاحظوا اخوان الكرام كليب رياضي بامتياز، 5 كيلومتر على مدينه تيفلت، والدخله ديالو هي هذه. هنا اخواني الكرام غنودعكم وغنقول لكم طمتم في رعايه الله وحفظه الى عقر اخر ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ثانيا راه كلشي اخواني اخواتي محفظ، كلشي كما نقولوا حنايا داخل المحافظه. هو كليب رياضي، اللي بغى يستعملوا فيلا راه غيستعملوا فيلا، واللي غيستعملوا المشروع راه غيستعملوا المشروع. واهلا وسهلا بكم. هنا كاين هذه البلاصه هذه كما كتلاحظوا كما نقولوا حنايا تقليديه بالعود وبالقصب. كما كتشوفوا اخوان الكرام فيرما الفيلا هي هذيك وجهه هكا، وتيفلت هي اللي امامنا دابا حاليا. 10000 12000 جلسة ديالها واعرة، جلسة تما واعرة، الماتش هنايا.